بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم صدق الله العظيم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت
إن الحكم إلا